خرج مجموعة من ناشطي مدينة الدانة وعدد من الأهالي في مظاهرة تضامنا مع مدينة درعا التي تتعرض لهجوم من قبل ميليشيا النظام الطائفية وقوات الاحتلال الروسي، والتي ترتكب في هذه القوات مجازر بحق المدنيين في حملتها المستمرة. نحن اليوم كنشطاء ومدنيين في مدينة الدانة قمنا بمظاهرة لدعم أخواننا في درعا. نحن راح إيش ممكن نقدم لأخواننا في درعا، ما راح نقصر، لأنه نحن شعب واحد وأصحاب ثورة واحدة. إن شاء الله راح نكون معهم على الحلوة والمرة. مطالبنا فتح المعارك، فتح المعارك للتخفيف عن أهلنا بدرعا، يعني شيء لا يطاق. طبعاً الهدف هو استمرار الحراك الثوري طبعاً السلمي اللي النظام كتير بيحاول إنه يغطي، يعني ينهيه. طبعاً الحراك السلمي الثوري لازم يستمر. أنا بنادي لكل الشباب الثوريين اللي بلشوا من أول ثورة ما يوقف الحراك السلمي الثوري، دائماً نطلع ضد أي عمل هجوم للنظام على أي مدينة أي منطقة. لازم يضل الحراك السلمي الثوري لا حتى إسقاط النظام. رسالتكم لأبناء درعا اللي عم بيصير فيهم مجازر حالياً؟ أبناء درعا طبعاً حماكم الله، والله هيك يصبركم، وان شاء الله هيك مثل ما بلشت الثوره من عندكم، ان شاء الله الثوره راح تنتصر من عندكم ان شاء الله عن قريب. المظاهرات والوقفات الاحتجاجيه عمت مختلف مناطق محافظه ادلب تضامنا مع محافظه درعا التي ترتكب فيها قوات الاحتلال الروسي وميليشيا نظام مجازر بحق المدنيين. محمد الفيصل، اورينت نيوز، مدينه الدانة، ريف ادلب.